شكرا للزميل العزيز المعلق كابتن احمد مناع. هارد لك النادي الاهلي في جيم 3 ما بين النادي الاهلي والاتحاد في سلسله الباست اوف 5 في السيريز طبعا الخاصه بنهائي دوري السوبر لكره السله رجال. يعني ان شاء الله بنامل ان احنا طبعا احنا كده خلاص يعني كده كده كان في جيم 4 بس بنامل ان احنا نروح يعني يبقى لينا نتعادل تاني في الجيم اللي جاي ونروح لماتش فاصل طبعا جيم 5 ونقدر ان احنا نكسب اللقب ونفوز باللقب. كابتن طاهر يعني جيم غريب الكورت الرابع عليه علامة استفهام كبيرة قوي مش بس في الجيم ده جيم 1 وجيم 2 احنا عندنا هنا خلص الجيم ده زي جيم 1 بالظبط فرق 2 بوينتس ولكن زي ما احنا كنا بنتكلم اوف اير انا وكابتن سلعوي يمكن جيم 1 برضو احنا ما كناش لينا الليد ب 18 بوينت احنا وصلنا في الكوارتر الاول كنا متقدمين ب 18 بوينت خرجنا منه متقدمين ب 15 بوينت كانت النتيجه 28-13 بنلعب باسكت حلو قوي نعمل ريباوند نضيع الكوره نوسع فرق السكور بعد كده نرجع نضيع ونضيع هجمات ونضيع كور وده اللي بيحصل لحد ما نوصل الكوارتر الرابع وتبقى دي النتيجه. ايه اللي بيحصل يا كابتن طاهر؟ هو احنا متفقين ان الديفنس هو الفيصل في الفوز او الخساره. الاتحاد عمل ديفنس كويس قوي في الشوط الرابع الكوارتر الرابع فعلا بيرفكت. هو قبل كده كان الماتش اللي فات عمل اوفنس كويس قوي في الكوارتر الرابع واحنا اللي عملنا ديفنس انما النهارده هو عمل ديفنس كويس قوي 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 على داخل في كل كوره وزائد ان الريباوند اتاخد فطبعا ده اللي فرق معانا لان احنا كمان ما عملناش ديفنس بنفس المستوى يعني يمكن كمان هم كمان في الاوفنس عملوا كوارتر كويس قوي في الكوارتر الرابع هو ده اللي ادى للخساره مع ان انا 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 معتقد يعني ان كره لو كره عمرو الجندي ده باسكت يعني فرق 2 بوينتس بالظبط الكره بتاعت عمرو الجندي وقعت في بين الحلقه وبين البورد نفسه وما تفهميش اي كره بتقع هنا لازم تخش الحلقه ده خبطت وطلعت بره يعني في طبعا جزء منه توفيق لو كان الكره دي مثلا دي كره من الكور لو كانت الكره دي دخلت كنا هنبقى درو ماتش نعمل زي ما قال الكابتن سعاوي ان ممكن تبقى في احتمال ان في اكسترا تايم فده هو ده الباسكت ما فيهوش مشكله احنا خسرانين ماتشين باسكت واحنا كسبانين ماتش 4 بونت وبنوصل في الماتشات 15 بونت و18 بونت فطبعا احنا انا اعتقد ان يركزوا في الجيم الرابع ان شاء الله باذن الله ويكون لنا فرصه ان شاء الله نكسب البطوله في الخامس يعني انا ما اعتقدش ان هم يعني اثروا قوي او ده الباسكت وزي ما احنا شفنا كده يعني مثلا في 3 ثواني في 5 ثواني تتغير النتيجه من 4 بونت لينا ل 4 بونت ليهم او 5 بونت ليهم هو ده الباسكت طبعا زي ما اتكلمنا ان الوقت بيتسرق في طيب كابتن سلعوي يمكن احنا اتكلمنا في اول الاستوديو اتكلمنا على ان فكره ان الخسران بيحضر افضل وبيبقى عنده دوافع اكتر ولكن يعني انت برضو قلت لي انه لا الاهلي برضو النهارده داخل بدوافع ان هو عايز يبقى ليه ليد ونروح نكسب البطوله من الجيم 4 ولكن النهارده احنا برضو ما عرفناش نحافظ على الليد اللي احنا عملناه في اول كوارتر ليه ما بنعرفش نحافظ على ده يا كابتن سلعوي؟ ايه اللي حاصل؟ برضو انت الاتحاد فنيا مش اعلى منك ولا فارق عنك بمراحل، انت الاتحاد برضو مش مقدم احسن مستويات على المدار السيريس، هو برضو ما اظهرش احسن ما عنده او افضل ما عنده، بالعكس ده احنا بنتكلم ان هو المواسم الماضيه كان احسن وافضل، ده يمكن اسوأ موسم للاتحاد، ولكن برضو احنا ما عرفناش نحافظ وطول الوقت بنخسر على يعني احنا بنتكلم برضو ده فرق باسكت زي ما قلنا. ايوه اول حاجه هنقول مبروك لنادي الاتحاد وهارد لك نادي الاهلي
لسه في جيم بكره يوم الخميس في رابع وخامس. كل الدعم ليكم. انا شايف ان النهارده المباراه دي احسن مباراه في الثلاث مباريات. كل الارقام بتايد ان لاعبي الاهلي كانوا النهارده متفوقين على نفسهم في الثلاث. الشوط الرابع حصل دروب، وده أنا ممكن يكون نتيجه البدني زي ما اتكلمنا انا وانت في اول الجيم، زائد ان مدرب نادي الاتحاد الاسكندري استخدم البنش النهارده كويس. في اكتر من لاعب جم من على البنش ساعدوا الفريق. يوسف شحاته النهارده، ميدو، طه، قدروا يساعدوا المدرب في نجاح او تفوق زي ما براندن يا كابتن سلعبه. برضو براندر النهارده تفوق على نفسه في الشوط. لا عفوا، انا كان قصدي داكسون، مايكل داكسون محترف الاتحاد. ايوه مايكل داكسون تفوق على نفسه بصراحه النهارده، لعب جيم من احسن الجيمات. لكن النهارده برغم خسارتنا بس انا عندي ارتياح ان الفريق النهارده ادى مباراه جيده. في اول الشوط وثاني الشوط وثالث الشوط، الشوط الرابع التعب حل شويه نتيجه للمجهود اللي هو بذل، وده كان شيء متوقع. الباسكت بول احسن حاجه فيها المتعه اللي ما بين انك تكسبانه وتخسري وترجعي تكسبي وتخسري. فاحنا بنقول ان خبرات لاعبي الاهلي ممكن تحسم اللقاءين الجايين ان شاء الله، ومش بعيد يعني. الباسكت الفريقين متساويين في كل حاجه، والمفتوحين لبعض ككتاب بالنسبه للمدربين، بالنسبه للعيبه كلهم عماد الفريق القومي. يعني النهارده فعلا في باسكت بول اتلعب في المباراه دي. والارقام عندنا بتقول كده. خلينا نتكلم شويه. يعني كابتن طارق، احنا بنتكلم هنا برضو على السكاوتنج بتاعنا. احنا عندنا براندن يمكن هو مسجل. احنا برضو عايزين نشوف مين توب سكورر في ايهاب امين. ايهاب امين، ايهاب امين 20 بوينت و لعب خمسة يعني 35 دقيقة، 34 و34 ثانية. عندنا برضو مين بعد إيهاب؟ عمرو الجندي. لا براندن 16، براندن هو اللي بعد عمرو الجندي ولعب 26 دقيقة. عندنا مين تاني؟ عمرو الجندي تالت حد 15 بوينت. مروان سرحان 8، مهيب 6، عمر طارق 6، عمر طارق 6، عمر عزب 3، سيف سمير 2 بوينتس، كيجو 2 بوينتس. يعني احنا عندنا يمكن براندن برضو قدم مباراة جيدة. يعني مباراة جيدة. جيدة. لا هو بصراحة ثلاث ماتشات رتم كويس بصراحة. يعني مأدي أداء جيد جدا جدا في الثلاث مباريات، خاصة في الثلاثة بونت. بس هو الفرق النهاردة ان البنش بتاع نادي الاتحاد او الاوراق اللي كانت مع المدرب على نادي الاتحاد قدرت تفيده في الاوقات الحرجه. لكن نقدر نقول ان داكسون هو كلمه السر في المباراه دي، يمكن خاصه في الكوارتر الرابع. كابتن سلعوي وهو نزل متاخر في الكوارتر الرابع. لو تلاحظي ان هو نزل متاخر في الكوارتر الرابع، بس قدر يعمل كنترول على الفرقه. فرض سيطرته على اللعيبه، فرض سيطرته على الملعب. بنت يعني عايز اقول ان هو تالق وخلى اللي حواليه يتألقوا في الفتره دي. يمكن صح المباراه. ما هو ويوسف شحاته يا كابتن طاهر، ميدو طه ويوسف شحاته. ما انا بقول عشان كده بقول ان مدرب الاتحاد استخدم البنش او اوراق كانت عنده، والنهارده استخدم الليسي. السكور بتاع النادي الاهلي متركز في ثلاثه لعيبه، في المحترف الاجنبي، في ايهاب امين، وفي عمرو الجندي. الثلاثه السكور متركز فيهم، الباقي متقسم. يعني ميدو طه متقسم بشكل كبير طبعا. بس ديكسون طبعا ليه الليد. احنا بنتكلم 29 بوينت برضو يا كابتن سلعبه. طبعا 29 بوينت يعني. و 29 بوينت اعتقد ان هم معظمهم في الكوارتر الثالث والرابع. يعني احنا بنتكلم هنا برضو. لا هو الحقيقه نسبته في الثلاثه بوينت عاليه. 66%. طبعا 66 نسبه عاليه جدا. 66% 2 بوينتس 25%. يعني لا هو الحقيقه زي ما انت قلت، دي نسبه كبيره كبيره كبيره. 66 دي يعني النسبه اللي بنقول عليها كويسه بتتعدى 33%. 60% يعني نسبه كبيره. شايت 6 جاب 4 مسجل 4.
وفي التو بوينتس برضو لا يمكن التو بوينتس هو 25% شاط 12 على عكس المباراه اللي فاتت. المباراه اللي فاتت كانت التو بوينتس احسن منه. يوسف شحاته شايط 2، يوسف شحاته برضو احنا بنتكلم مسجل 6 بوينتس 50% 50% في 3 بوينتس. يعني لكن احنا برضو عايزين نقول ان لازم باقي يعني السكور بتاع الاهلي متركز 3 لعيبه، باقي البنش لازم ان شاء الله الماتش الجاي واللي بعده يساعدوا المدرب في ان هم ياخدوا وقت عشان يريحوا، لان ايهاب امين وعمرو الجندي وبراندو مش هيقدروا يمشوا على في ال 80 دقيقه في على هذا المنوال، فلازم البنش يساعد مستر اوغستي زي ما كان بيساعده الاول في ان هو يعني يقدر يضيع بيهم وقت او يلعب بيهم في اوقات. دي مهمه مستر اوغستي. كابتن طاهر شايف اكيد اكيد هيبقى في وقفه النهارده لمستر اوغستي مع اللاعبين والجهاز الفني، شايف ازاي ممكن ان هو يدير المباراه المقبله خاصه خلاص يعني احنا انت عندك النهارده كان ممكن فيها كلام او يعني هو عارف ان رايح لجيم 4 فبنتكلم ان هو عارف ان ممكن يعوض. احنا عندك انت 4 يعني هو عارف برضو ان احنا كده كده رايحين لجيم 4 بس انت عندك خلاص لازم تخلص الماتشين اللي جايين تكسبهم علشان تحسم البطوله لصالحك. يدير اللي جاي ازاي، المباراه اللي جايه ازاي، ويتفادى الاخطاء اللي بتحصل دي ازاي. فكره ان انت تبقى فارق بالبوينتس دي كلها خاصه في جيم 3، احنا دي زي ما كابتن سلاوي بيقول هي افضل جيم في السيريس، ازاي نقدر ان احنا نكمل على الليد اللي احنا عملناه في الكوارتر الاول ونكسب الماتش. هو لو يعني قلنا ان في اخطاء، انا طبعا انا عندي احساس ان الفرقتين متساويين في كل حاجه فنيا، متساويين يا كابتن طاهر يعني احنا مش اعلى فنيا يعني في الثلاث احنا لعبنا 3 ماتشات ماتشين ليهم احنا لو هحسبها بالسكور ماتشين ليهم وماتش لينا احنا كده يعني السيري 2-1 وماتش ليها لينا 4 بونت يعني معناها احنا جبنا سكور متساوي بالظبط احنا وهم بسكور متساوي. المشكله اللي عندنا ان زي اللي ما حصل في الثاني والثالث ان هم تفوقوا علينا في الكوارتر الرابع فلازم انا اشوف حل لزي ما قال الكابتن سلعاوي ان مثلا الكابتن احمد عمر عمل روتيشن واستغل البنش لازم ده يحصل لازم عندنا لازم بقى اعتقد يعني ان احنا لازم نشوف المعضله بتاعه الشوط الرابع لازم كورتر سواء الرابع. في الاوفنس او الديفنس. احنا الديفنس بتاعهم كان اقوى في الشوط الرابع اللي نيجي للاوفنس بتاعهم كمان كان في الشوط الرابع في الماتش اللي فات وفي الشوط الرابع في الماتش ده كان احسن بدليل ان هو ده جاب 29 بونت ما اعتقد ان نصهم كان في كوارت الرابع الراجل المحترف بتاعهم فبالتالي لازم اعمل حل لمشكله ايه الكوارت الرابع اللي هو يحسم الماتش ان شاء الله ان شاء الله ودائما الاهلي لديه كل الحلول علشان الفوز بالالقاب ان هو في الامشاط المصيريه احنا الاهلي اكيد وبالظبط كده وخبرات النادي الاهلي اكيد محتاجينها فيما هو قادم سواء جيم 4 او جيم 5 خلاص احنا يعني حسمنا الامور ان شاء الله يعني باذن الله نامل ان احنا نروح لجيم رابع نكسب الماتش اللي جاي اللي هو هيتلعب بعد بكره ان شاء الله ونروح لجيم خامس نقدر ان احنا نكسب جيم 5 ويعني يبقى لقب جديد ان شاء الله يضاف لبطولات النادي الاهلي وتحديدا رجال سلة الاهلي في هذا الموسم. هارد لوك النادي الاهلي، هي دي الرياضه، هو ده الباسكت. مبروك لنادي الاتحاد وان شاء الله نبقى بنبارك للنادي الاهلي سواء في جيم 4 او جيم 5 ونلتقي ان شاء الله على خير في الاستوديو المقبل بعد غد. شكرا لحضراتكم.